زي ما انتم شايفين كده جلسه تنظيف عميق للبشره. كل البنات اللي بتنزل الجامعه كل يوم وتراب وحر وعرق وبعد شهور الصيف محتاجين اننا ننظف بشرتنا، يعني ايه تنظيفه قويه كده. قول لنا يا ايه العروض بقى اللي انت تعمليها البنات وهتضربي كل الاسعار وهتشجعي بقى كل البنات والستات يجوا ويتدلعوا كده نص ساعه ويخرجوا فله شمعة منوره. هو اولا مش نص ساعه، هي ساعه ونص. اوكي تمام. كمان بتبقى ساعه. العروض انا كملي ايه بقى العروض. العروض بداية من 100 جنيه، انا عامله حرق اسعار. حرق اسعار. حرق اسعار. ليا بدل 250 على المستوى الاول. والمستوى الثاني 250 بدل 350. المستوى الثالث 350 بدل 500. المستوى الثالث بقى اللي هي ايه، عروسه قبل خطوبتها، عروسه قبل جوازها، لكن بنوته كده ايه في الجامعه ممكن تيجي تعمل ايه. المستوى الاول اللي هو عباره عن ايه؟ المستوى الاول بيبقى 8 مراحل، تمام؟ بنشتغل بالجهاز، بيبقى معاه ماسك وبيبقى معاه سكراب. طبعا الدريما فينيك انا بحطها هديه، والدريما فينيك طبعا ليها فوائد كتير جدا. طبعا انتوا هتشوفوا خلال الفيديو الديرما بليننج عملت ايه في وش ندى. يعني بصوا بقى، بقالها مده بقى وثانويه عامه ومش مهتمين ببشرتنا. معظم البنات كده اللي هي مكبرين دماغنا ويا دوبك بنغسل وشنا بالعافيه، فانت محتاجه ان انت تيجي كده ايه كل ايه شهرين تظبطي بشرتك. يلا بينا يا بنات اقول لكم على خطوات الجلسه. طبعا اول مرحله اننا بنشيل الرؤوس السوداء والدهون، وطبعا الجلسه دي مهمه جدا للبنات اللي بشرتنا مختلطه ودهنيه، لان بتطلع كميه دهون من البشره خصوصا النوز الانف والدقن والجبين، وفي برضو بنات بيبقى عندها الخدود بيبقى فيها دهون وزي خلايا دهنيه واكياس دهنيه، برضو دي ايه بنطلعها كلها، بتفرق طبعا في ملمس البشره ونظافتها. تاني مرحله بالجهاز اللي كلكم عارفينه، بنحط جل على البشره وبعدين بنبدا برضو بنشتغل، برضو بيطلع كميه دهون من البشره وخلايا وكده. اهم مرحله، اهم مرحله اللي انا بعتبرها مهمه جدا في تنظيف البشره وصفاء البشره، الديرما بليننج. الديرما بليننج فعلا بتنظف الوجه من الجلد الميت وطبقات من خلايا الجلد الميت كده اللي بتبقى متراكمه على البشره. بتفرق جدا في نعومه بشرتك، بتحسي بشرتك بتتنفس، بشرتك بالظبط كده بتبقى بترجع زي البيبي من اول وجديد. طبعا هنا عندنا برضو بقى نبدأ نحط بقى ايه الماسكات. ماسك بقى طمي مغربي، الماسكات اللي هي بالسكراب، كل طبعا ايه واحده على حسب ايه نوع بشرتها. هنا طبعا ماسك الطمي، فبنبدا كذا مرحله بكذا ماسك، كل ماسك برده بينظف مع ازاله الماسكات دي كلها، برده بتعمل تنظيف وسكراب حلو ايه جدا للبشره. اخر بقى مرحله بنحط كده زي ايه ماسك مع سيروم مع للشفايف للوش زي ما انتم شايفين كده، وبنبدا نقفل مسام البشرة بجهاز كده زي كأنه تلج يعني عشان يقفل مسام البشرة. ما شاء الله، لايك وشير وسبسكرايب.